بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حشرح الميتابليزيا والديسابليزيا. طيب ايش هي الميتابليزيا؟ الميتابليزيا هي change في one type of tissue to another type of tissue, but يعني هذول التيشو يكونوا the same class or the same category. طيب الكوزز ليش بيصير عندي chronic irritation؟ إيش يعني chronic irritation؟ معناته إنه التيشو هنا اتعرض لل damage أو chronic damage. ده ال damage كان continuing إنه كان يعني مكمل يعني. فالتيشو هنا عشان يعني يكون يعني يتحمل ويقاوم عشان يكون أقوى أتحول من التيشو الأول للتيشو الثاني. طيب عندي كمان يعني كوز ثاني chronic infection برضو كان chronic infection وغيره من تيشو لتيشو. طيب عندي سبب اللي هو deficiency of certain factor as vitamin A. طيب التايبس او الانواع عندي الابيليثل ميتابليزيا الكونكتيف تيشو الميزوليثل والتيومر ميتابليزيا. طيب كيف هنا يعني كيف بيتغير من تيشو لتيشو بس انه نفس الكاتيجوري او نفس الكلاس؟ خلينا نقول ناخذ مثال واحد من الانواع اللي هو الكونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو احنا نعرف انه نعرف كتير. نقول مثلا عندي بون، عندي كارتليج، عندي فات مثلا. طيب عندي خلينا نقول التيشو حقنا اللي هو الكارتليج. الكارتليج اتعرض لكرونيك اريتيشن. طيب فعشان يقاوم او يتحمل او يكون او يتحمل الدمج ده اتغير من كارتليج لبون. تمام. ف يعني هو هنا التيشو الاول كارتليج اتحول لبون هنا من تيشو لتيشو، بس يعني هو يعني ستيل كونكتيف تيشو. يعني ان شاء الله وصلت لكم الفكره. يعني عندي كان كارتليج اتغير لبون. البون والكارتليج هما كونكتيف تيشو. طيب ونفس هذا الكلام على كل انواع التايبس يعني، بس انا كنت عشان اوضح الصوره بس. طيب عندي اول نوع او اول ايوه اول نوع من الانواع حيكون عندي الابيليثل ميتابليزيا. طيب يعني حنشرح حالات وحنقول انه التيشو تحول من اللي هو التيشو الاول للتيشو الثاني في الابيليثل في الابيليثل. ايوه. طيب عندي الجول بلادر اذا صار فيها ستون، ده ستون يعني حيصير في obstruction of duct، يعني obstruction of duct. طيب فالسكريشن هنا حتنحبس ما تقدر تخرج، فهنا حيصير عندي chronic curiositis اللي هو inflammation في الجول بلادر. طيب فالتيشو اللي هنا الموجود صار عندي chronic inflammation هنا. طيب فالتيشو اللي كان اول الكالامينر اتغير لي سكويمس. طيب فتغير عشان اتعرض لي السبب هنا كرونيك كوليوسايتس او انفلاميشن في الجول بلادر. طيب عندي تاني مثال او تاني حاجة عندي اليولينري بلادر التيشو فيها ترانزنيشن. طيب اليونيري بلادر اذا تعرضت هو تقريبا زي المرض البايلهايرايسيس. لو تعرضت لدا الشيء هو مرض يأثر في البلادر يعني. طيب فحيتحول لي من ترانس نيشن لسكويموس. طيب عندي من سودو ستراتيفايد لسكويموس في حالة الشخص اللي عنده كرونيك برونكولايتس. ليش الشخص جاله كرونيك برونكولايتس؟ بسبب انه هو بيدخن كتير او انفكشن.
ممكن الخلايا الموجودة هنا ما قدرت تتحمل إنه هي كل يوم تتعرض لكيماويات أو يعني التدخين يعني، فصار لها كرونيك برونكيولايتس، فهنا التيشو تغير من السودو لسكويموس. طيب نعرف هنا إنه كلها تغيرت لسكويموس، بس يعني إنه نعرف كل الأمثلة اللي قالت لنا كانت شيء بس صارت لسكويموس. طيب عندي اللي هو في الترانزنيشن بيظهر لي هنا حاجة زي زي البقعة البيضة أو وايت تيشو. طيب تاني نوع حيكون عندي الكونكتيف تيشو، أنا قلت الميكانيزم أو يعني قلت كيف يعني. طيب يعني هو change في ال type of connective tissue to another type of connective tissue، يعني قلنا مثالا اللي هو من الكارتليج ل البون. طيب هنا ال example اللي عندي حيكون fibrous tissue after trauma may change to bone or cartilage. عندي ال fibrous tissue أو ال fibroblast يعني بيتعرض لي، او عندي المنطقه هنا بتتعرض لي ل يعني تروما مستمره، فالفايبروبلاست هنا تغيرت ل للبون او كارتليج. هذه العمليه بنسميها مايوسايتس او اوسيفاكنز اتوقع. طيب عندي تاني نوع، هذا الكلام كله كان في الميتابليزيا. طيب الديسبليزيا هي يعني خلينا نقول إذا يعني أهملنا الميتابليزيا، أو مدينا كمان نقول على الديسبليزيا هي حالة متقدمة من الميتابليزيا، هي طبعا حتكون أخطر هي بعده. طيب الديسبليزيا هي disorders cellular growth. طيب هنا انه الخلايا هنا بيصير يعني زي disorganization في الgrowth للسرر. طيب هذا الديسبليسيا هو شيء اكيد يعني abnormal، يعني شيء مو كويس، يعني بدل ما يطلع لي يعني انا باربع خلايا بتكون عندي مثلا 10 خلايا، يعني هذا disorder أو disorganization. طيب الكاركتر، قبل ما أقول كاركتر أبشرح على النورمال عشان نعرف على الكاركتر. طيب هذه عندي السلف النورمال، هنا عندي البيسمنت ممبرين، طيب بتكون يعني خلينا نقول جالس عليه الخلية أو فوق الخلية. طيب الخلايا هنا حتكون يعني في الصورة، يعني زي ما احنا شايفين في الصورة انه الخلية يعني كل خلية ما يعني ادهير او انه لازقة في each other. طيب بيكونوا كمان نفس الاتجاه، يعني ما اشوف واحدة والله مقلوبة ولا واحدة، لا كلهم نفس الاتجاه. كمان بنشوف النيوكليوس بتكون عندي يعني هي مثلا انه نفس السايز، وكمان هي موجودة في السنتر ويعني نفس الشيب، كمان انه ما في واحدة والله مربعة ولا واحدة دائرية او بيضاوية، كله نفسه. طيب في الديسبليزيا حيكون كل شيء ديسورجانيز، يعني كل حاجة غير منتظمة، كل حاجة مقلوبة فوق بعض. طيب اول حاجة حنشوفها اللي هو variation in size and shape، يعني حتكون والله عندي يعني بدل ما كانت انه نفس الشيب، لا هنا عندي والله واحدة مثلا نقول واحدة والله مثلا كي صغيرة، واحدة كبيرة، واحدة صغيرة يعني واحدة صغيرة واحدة كبيرة، واحدة يعني طويلة واحدة يعني عريضة وزي كده. السايز والشيب حيكون مختلفين عن بعض. طيب لوز اوف بولاريتي او يعني ديس اورجانيزيشن، يعني واضح الصورة انه كل حاجة فوق بعض، يعني مو زي هنا انه يعني مو منظمه او اورجانيزيشن. طيب عندي كمان من الكاركتر حيكون عندي هايبر كروماتيك نيوكلياي.
طيب وكمان يعني طيب دحين الخلية الديسبليزيا هي جروث للخلايا بشكل انه غير منتظم، فمعناته انه بيصير عندي يعني مو انقسامات، بس انه الدي ان ايه قبل ما يعني قبل ما تنقسم الخلية بتدبل الدي ان ايه. طيب فبيصير عندي هايبر للكروماتيك، يعني نفس الدي ان ايه بيصير عندي دبل او بيصير عندي يعني انكريز في الكونتنت اوف دي ان ايه. طيب فبيصير عندي ايش؟ نفس النيوكليس اول حاجه بيتغير لونها، بيصير بيزوفيليك ستينينج، بيزوفيليك او اغمق. ليش؟ لانه الدي ان ايه خلينا نقول انه متراكم على بعضه فبتغير لونها. طيب عندي كمان presence of mitosis، يعني لانه هذه خليه malignant بتطلع لي يعني بتطلع لي خلايا كثير. طيب usually associated with chronic irritation. طيب احنا قلنا الديسبليزيا هي شيء malignant، طيب هو بداية الكانسر. الكانسر مو سببه الوحيد الكرونيك اريتيشن، في اسباب تانية بس هذه يعني خلينا نقول زي البداية عشان انه يبدأ. طيب الفيت او ايش حيصير يعني او ايش المصيب؟ حيكون عندي potentially reversible. طيب زي ما قلت لكم اللي هو pre-malignant lesion that can be progressive into cancer، إنه حاجة قبل الكانسر بس تقدر تتطور وتصير كانسر، يعني هذه واحدة من أسباب الكانسر. طيب عندي ال grading of dysplasia. dysplasia يعني لها إنه يعني grade أو إنه درجات. طيب نعرف انه في الافي اي لما نتكلم عن الجريد احنا بنتكلم عن الميكروسكوب. طيب على مستوى السيلز، طيب الديسبليزيا هنا في جريد 1 هتاخد لي lower ثلث thickness of cells، جريد 2 حيكون عندي من ثلثين اتوقع تنقال لها lower ثلثين من thickness of cells. الديسبليزيا حتاخد لي، نركز هنا انه the whole حتاخد لي the thickness of cells، وكمان نقول عليها carcinoma in situ او بتكون دي سيفير وحالة خطر. طيب الاكزامبل حق الديسبليزيا هي نفسها الاكزامبل اللي قلناها فوق، هي نفسها. ليش؟ لانه هي اصلا حالة متقدمة. طيب احنا قلنا الجريدينج يعني عشان تبان في الصورة، هذه النورمال يعني هذه عادية ما فيها شيء، هذه ما اخذت لي زي خلينا نقول هذا كله التيشو. بسم الله. اوكي طيب هذا كله التيشو ما اخذ لي يعني تقريبا الثلث من الديسبليزيا. طيب لو نلاحظ انه النيوكليس يعني صارت كبيرة، زي ما قلنا انه ايش يعني ايش حيصير للنيوكليس، ايش حيصير للخلايا او بايش هي متميزة. هنا حتكون عندي الثلثين، طيب باين اصلا يعني من الصورة تقريبا كذا. طيب هنا حيكون عندي the whole، اصلا المنظر يعني باين انه يعني مفجع اصلا، وحيكون في يعني في all the layer وصار فيها تغيرات. طيب هنا الجريد نفسها بس بنقول على جريد 1 mild، جريد 2 moderate، جريد 3 حيكون severe. ليش؟ لأنه ماخد the whole thickness of the cells. طيب يصير كذا خلصنا الليكتشر وشكراً.